مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي انطلاقه شوط الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا هنا السادس عشر في مجموع اشواط صباح هذا اليوم، هنا المنطلق بهذه التحديات الجميلة التي نتابعها مع أبناء القبائل. نسير مع الصدارة مع المهجنات ونتابع صدارة هذا الشوط، والوسطى لغدير بن سويدان بن مصبح المتفيق لكتبي من يأتينا على الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول، بينما المركز الثاني ريف محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي تأتي ثانيا، وعلى المركز الثالث هنا تأتي أرجنت سعيد بن مايد بن سالم بن حمود لقتبي منطلقة على المركز الثالث، والمركز الرابع شعار الدرعي المنطلقة من الجانب الآخر، هناك جمرة لأحمد بن محمد بن حارب الدرعي، والوصول من زعفران مطر بن خلب مطر بن علوان لقتبي، وهنا تأتي حربة المنطلقة سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي. المركز السابع حروق السيف بن مبارك بن هواش لخيلي من تاتينا هذه الانطلاقة على سابع المراكز، والمركز الثامن والمتسللة هناك الوسمية لسعيد بن محمد بن رصاص المنصوري، وهنا القادمة النشبة عبيد بن محمد بن عبيد الغفلي من تاتي بهذا الانطلاق الجميل، وعاشر مراكزنا اليافل محمد بن عبيد النعيمي من يأتينا بهذه الانطلاقة وهذه التحديات. هذه هي النتيجة لمراكزنا الأولى هنا، العشرة الأسامي المنطلقة بتحديات هذا الشوط. لنا عودة مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة الشوط، وهناك المنطلقة الوسطى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، الوسطى لغدير بن سويدان بن مصبح المتفيق الكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، قادمة من الوسطى من الذيد هنا تشارك بهذا الانطلاق المميز الجميل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذه الانطلاقة وبهذه التحديات الجميلة لنتابعها مع الوسطى على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. إذا مندفع الوسطى هنا لغدير بن سويدان بن مصبح بن متفيق لكتبي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني والقادم هنا شعار بن حماد القادم بهذه الانطلاقة مع الريف محمد بن علي بن حماد هنا أيضا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا بهذه الانطلاقات القادمة هنا والمتسللة في هذه اللحظات من الجانب الآخر، هنا الوصول من قبل حربة سعيد بن سالم بن عامر، هنا أيضا الهاشمي منطلقة بتحديات هذا الشوط، بينما شعار بن علوان مع زعفرانة مطر بن خلب مطر بن علوان لقتبي منطلقة هنا على المركز الرابع وخامس المراكز، شعار بن هواش القادم هنا في هذه اللحظات مع حروق السالم هنا لسيف بن مبارك بن هواش الخيالي، ومن الجانب الآخر الوسمية سعيد بن محمد بن رصاص المنصوري القادم هنا أيضا من ميدان الوثبة قادمة بهذه الانطلاقة، وصلت اليافل محمد بن عبيد النعيمي هنا شعار بطاقية من يأتي بهذه الانطلاقة على المركز السابع والمركز الثامن، نشبة عبيد بن محمد بن عبيد الغفلي تأتينا هنا مندفع هذا الانطلاق الجميل، والقادمة هنا شعار بن حمود قادم في هذه اللحظات هنا مع أرجنت سعيد بن مايد بن سالم بن حمود لقتبي من يقدم لنا أرجنت تاسعا، والمركز العاشر تأتي وهاجة حمدان بن حمد بن ضعيف بن رجل
يحتوي على المركز هنا العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وأسامي ما شاء الله خلف المراكز العشرة أيضا تتواجد في هذا الانطلاق. وتحدينا هنا لشوط الختام، شوط الختام، ولكن الوسطى، الوسطى لا زالت على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، مسيطرة على زمام الأمور. الوسطى هنا لغدير بن سويدان بن مصبح المتفيق الكتبي على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة. هناك المتسللة الوسمية لسعيد بن محمد بن رصاص المنصوري، المتسللة على المركز الثاني، المركز الثالث حربة سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي، وهنا بن حماد مع الريف محمد بن علي بن محمد بن حماد الشامسي يقدم لنا الريف هنا بقيادة الهداف عام هنا بهذه الانطلاقة، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. من يتابع هنا أيضا الريف للانطلاق المميز، المركز الخامس هنا تأتي اليافل على المركز الخامس هنا مع محمد بن عبيد وطاقية النعيمي، من يتابعها هنا على المركز الخامس وسادس المراكز زعفرانة، زعفرانة مطر بن خلب مطر بن علوان الاكتبي. تأتينا على المركز السادس والمركز السابع نشبة، نشبة العبيد بن محمد بن عبيد الغفلي قادمة هنا للانطلاق والتحديات، شعار بن جمال القادم بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هناك حرقة، هناك الحروق، الحروق سيف بن مبارك بن هواش الخيالي مع الحروق القادمة بهذا الانطلاق، وهنا هنا القادمة، القادمة والمتسللة وهاجة حمدان بن حمد بن ضعيف بن غنيه الاكتبي، وتاتي ارجنت سعيد بن مايد بن سالم بن حمود الاكتبي على المركز العاشر. هذه هي النتيجه، وارى الاسماء، ارى الاسماء قادمه في هذه اللحظات بعد الثلاثه كيلومترات. هنا ايضا بسبع دقائق 56 ثانيه سجلنا الثلاثه كيلومترات. نتابع هنا، نتابع الوسطى لا زالت على الصدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، غدير بن سويدان بن مصبح المتفيق الكتبي هي المسيطرة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. للانطلاقة هنا الوصول، 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 هنا شعار بن علوان القادم مع زعفرانة، زعفرانة مطر بن خلب مطر بن علوان الاكتبي يقدم لنا هنا انطلاقة زعفرانة، ومن الجانب الآخر ولكن هنا اللوية بن حماد مع الريف، 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 محمد بن علي بن حماد، هو هناك أيضا التسللات الجميلة، الجميلة هنا مع المنعطف الأخير بهذه الانطلاقات والتحديات والإثارة هنا مع هذا الانطلاق المميز الجميل هنا وصدارة هذا الشوط. لا زالت الوسطى هي المسيطرة، غدير بن سويدان بن مصبح بن متفيق الاكتبي، والريف ثانيا محمد بن علي بن حماد الشامسي، ومن الجانب الاخر المنطلقة الوسمية لسعيد بن محمد بن رصاص المنصوري وزعفرانة مطر بن خلب مطر بن علوان. وصل هنا شعار الشعر، وصل بهذه اللحظات هنا شعار بن غدير القادم سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي قادم في هذه اللحظات، يتسلل من مركز إلى مركز مع مسكتة، مع مسكتة القادمة بهذه اللحظات. وهنا الحروق سيف بن مبارك بن هواش الخيالي. من تأتينا سادسا المركز السابع نشبة عبيد بن محمد بن عبيد الغفلي، وهناك حربة سعيد بن سالم بن عامر الهاشمي أيضا منطلقة هنا بهذه التحديات. أرى القدوم على المركز العاشر، هناك لا زالت ارجنت على المركز العاشر لسعيد بن مايد بن سالم بن حمود الاكتبي، ولكن الوسطى، الوسطى على صدارة، على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المدى بعيد، المدى بعيد، المدى بعيد، يا أهل الوسطى على الصدارة، على المقدمة والمركز الأول، غدير بن سويدان بن مصبح المتفيق الاكتبي على الصدارة، على المقدمة
وعلى المركز الأول. أمس هناك من الجانب الآخر الوسمية، الوسمية سعيد بن محمد بن رصاص المنصوري، ومسكته أمسكت قادمة، قادمين أهالي نزوة بهذا الانطلاق المميز. سالم بن سعيد بن غدير الكتبي يقدمها، وهنا زعفرانة مطر بن خلب مطر بن علوان، ومن الجانب الآخر هناك القادمة الريف محمد بن علي بن محمد بن حماد الشومسي، وهنا الوصول من الداودية أحمد بن محمد بن نقاش العامري بأول نداء، وهنا العبور رياض بن ثامر بن سليمان السعدون قادم ايضا بهذه الانطلاقة، وهذا التحدي الجميل. ولكن هنا الصدارة المقدمة والمركز الاول الوسمية، الوسمية على الصدارة على المركز الاول الوسمية، هنا بهذا الانطلاق لسعيد محمد بن رصاص المنصوري، ومسكته هنا لسالم بن سعيد بن غدير الكتبي، هنا بدأت تتسلل الى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول إلى صدورة هذا الشوط. أمسكت إذن على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، مندفعة بصدارة هذا الشوط. هنا والسلام لأهالي نزوة هنا بهذه الانطلاقة واللحظات الأخيرة، السلام هنا اللحظات الأخيرة. ومن الجانب الآخر الوسمية أهالي الوثبة وهالي هنا وهولي نزوة، الله اللحظات الأخيرة. ولكن أمسكت تأتي بهذا الانطلاق هنا ومحمية مرغم، هي أمسكت من تعلن الفوز. سلام لبسعيد، سلام لسالم بن سعيد بن غدير الكتبي على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني الوسمية لسعيد محمد بن رصاص المنصوري، زعفرانة من وصلت مطر بخلب مطر بالعوان ثالثا، والمركز الرابع وصلت مشاهدينا الكرام هنا تأتي نشبع بيت بن محمد بن عبيد الغفلي، والمركز الخامس جمرة لأحمد بن محمد بن حارب الدرعي. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا مع مسكتة من أعلنت الفوز والناموس، ودت السلام لأهالي نزوة هنا أيضا بهذه التحديات الرائعة الجميلة. هنا 12 دقيقة هي الحاضرة، 42 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لسعيد سالم بن سعيد بن غدير الكتبي على هذا الفوز. بسعيد يستاهل المركز الثاني، 12 دقيقة 44 ثانية، 3 من أجزاء من الثانية. الوسمية من وصلت هنا لسعيد بن محمد بن رصاص المنصوري، بينما المركز الثالث كانت الانطلاقات والتحديات هنا أيضا من زعفرانة ب 12 دقيقة 48 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا المطر بن خلب ومطر بن علوان الكتبي، تهانينا وناموس للجميع. وإلى ملخص سباقي صباحي هذا